السلام عليكم اخوان، اليوم جبت لكم فيديو راح اتكلم بيه عن نوع من انواع الميتينج ديفايسز اللي هو تي اكس في فالف. هذا طبعا هذا عاطل، بس يعني لتوضيح الاسعار راح ابدي افسخ هسه واشوف الاجزاء الداخليه وشلون يشتغل. فتحت القبر، طبعا اكو قبر الاخ هنا بس مو موجود. هاي بداخل يصير سبرينج، واكو بداخله اوبرا هذي، واكو هنا اعمدة اثنين تو رادز صراحة. بعض الاحيان تطلع بعض الاحيان لا، يا مو مشكلة. المهم اكو اعمدة بداخل هنا تطلع، هي طلعت وحدة، طلعت الثانية. هذي اعمدة اثنين. هسه راح اشرح شلون يشتغل. هو بعد اكو مكون لاخر ذكرت اللي هو هذا يسموه الدايفرام. هنا هذا، هنا اكو اسطوانة دا مكبوس، هذا كبس اكو اسطوانة المخمنة جوا صايرة بطن غاز. هذا كله يصير مكبوس غاز هنا، يصير هذا مثل كابلري تيوب. هذا كله ممدود طويل، هو يروح يربط النهاية مالته، تصير مثل الاسطوانة تصير بيها يربط على النهاية، يروح على نهاية الإفابوريتر ونهاية الوحدة الداخلية حتى يتحسس درجة حرارة الوحدة الداخلية. فهاي الأجزاء مالته هسه راح أشرح شلون يشتغل طريقة عمله. مثل ما قلت هذا بي سنسنج بالب اللي هو الأسطوانة اللي تربطه بنهاية الوحدة الداخلية. شو سوى هذا؟ هذا يبي يتحسس درجة الحرارة، السوبر هيت، درجة حرارة الوحدة الداخلية، يعني حتى يبدي على ضوئه يبدي يفتح ويسد. يعني الأوبرا يعني هذا يصير بضغط، هذا كله غاز مثلا، يزيد الضغط ويقل الضغط الداخل هذه مثل الأسطوانة، راح تبدي تندفع، راح يدفع هذني الأعمدة الثنيان. هذين الأعمدة هنا صايرات راح يبدي يدفعهن، راح ترفع الأوبرا. هذه مو راح ترفع الأوبرا، راح يصير تدفق غاز أكثر، راح تسمح بمرور الغاز اكثر بعد. والسبرينج هذا هو يرجع الابره، يصير عكسها يعني ضغط عكسها يطير. فهو هذا عن طريق هذا تحسس درجة الحرارة من هنا راح يبدي يفتح ويسد. فبقت حسب يعني درجة حرارة الوحدة الداخلية. بعض الأحيان يعني أكثر شيء هذا ممكن موجود بالكوميرشال، يعني مثل بالأشياء بالثلاجات الموجودة بالمحلات الكبار بالستورات، يعني بالمطاعم يكون هذا موجود بها، لأنه هواية تنفتح وتنسد، مو مثل ثلاجة البيت اللي هي محافظة تقريبا على درجة الحرارة مالتها. ويعني المحلات يعني هواية مثلا يبيعون أشياء، يجيبون أشياء حارة، فتحتاج يعني بعض الأحيان الفابريتر يعني ما تلحق بعض الأحيان الوحدة الداخلية أنها تبرد. لأن ما البيت يكون به لأن الكابلري تيوب اللي هو ثابت نفس التدفق مال الغاز ما يتغير، فما تواكب هذا الشيء. وشيء آخر اللي هو المنفعة هذا الشغل اللي يشتغله حتى يضمن أنه ما يروح التبريد، الغاز مال التبريد يروح على شكل سائل للكمبرسر حتى لا يدمره. لأن إذا طلع من الوحدة الداخلية طلع سائل راح يبدي يدمره. ولهذا بعض الأحيان مثلا ناس يشوفون قريب على الكمبرسر صاير ثلج يعني جامد، يعني هذا السوبر هيت مالته قليل، يعني بدا يلحق يتبخر بولينج، بدا يلحق يتبخر قبل ما يوصل الكمبرسر، بدا يدخل الكمبرسر يدخل على شكل سائل، هذا بعدين هذا راح يحرقه راح يدمره للكمبرسر. فهذا يبدي هو يتحسس. مثل ما قلت هي هالقطعة من هنا الثانية اللي هي تربط على النهاية، تضمن حتى انه تبدي تدفع وتسد بهاي حتى تضمن انه ما يرجع سائل للكمبرسر. هو هذا السبب الثاني اللي خلوه. فيبدي الغاز يبدي يدخل من هنا سب كول اللي هو جاي من الكوندنسر من الوحدة الخارجية، يبدي من هنا يدخل يعني بارد، يعني بارد جزئيا، هو حار دافي يعني يكون، فيسموه سب كول ليكويد. من هنا بس يجي سائل، لازم 100% من هنا يجي سائل اللي هو
من الكوندنسر الوحدة الخارجية، وراح يبدي منه انا ما راح يطلع، راح يطلع فلاش غاز اللي هو يطلع 75% سائل و25% يطلع غاز. هذا راح يمشي بالواري، وبعدين راح يبدي بنهاية الوحدة الداخلية لازم يكون متحول 100% غاز. فهو هذا طريقة عمله، أتمنى إن شاء الله تكون الفكرة واضحة. ما أعرف إذا قدرت أوصل المعلومة بالشكل الصحيح. إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو، وأتمنى لكم كل خير. أخوكم محمد، مع السلامة.